يمكن البعض يستغربوا ليش هالقد عاطين أهمية لموضوع المخدرات، وبالفعل لأنه موضوع المخدرات أخطر بكتير مما نحن لحديت هلأ منتصور أو منفترض. للأسف بشوف أوقات بالمجتمع نظريات ما لها علاقة بالواقع، بشوف نظريات وأقوال بتسهل على الجيل الجديد إنه يتعاطى المخدرات، مثل إنه شوية حشيشي ما بتضر أو نتفة ماريجوانا ما بتضر. حتى بالوقت الحاضر وصلت بسمع بعض الطلاب بيقولوا إنه قبل الفحوصات إنه نتفة كوكايين بتساعد على الفحوصات. هذا كله ما له علاقة بالواقع، بل هذا كله سوا مضر جدا وبيؤدي إلى تقديرات خاطئة من قبل الأجيال الصاعدة، وبيؤدي إلى تساهل بموضوع المخدرات، وبيؤدي على أنه هالطلاب بدون ما يدروا ويقدروا المخاطر الحقيقية للمخدرات بيفوتوا فيها وما بيلاقوا حالهم إلا بمشكلة حياتية عويصة تقريبا الإنسان ببطل الإنسان. ليش المخدرات؟ لأنه كلها بكافة أنواعها بنهاية المطاف بتؤدي للموت، بتؤدي لأي موت، مش من الموت الجسدي يمكن، بس بتؤدي لموت الإنسان اللي فينا. وقت بموت الإنسان يلي بالإنسان إلا شو بيقعد بده يكفي الحياة، ولو ضل له إجران يمشي عليها، ولو ضل قادر يتنفس. مخدرات ضررها مش بس على الشخص يلي بيتناولها، تأكدوا تمام إنه كل شخص بيتعاطى مخدرات مش هو بس بينعطب، هو بينعطب وبيعطب عائلة بكاملة، بيعطب معه بي، بيعطب معه أم، خي وأخت، زوجي وولاد، أوقات جيران، أولاد ولاد عم، أوقات ولاد خالي، وبالتالي تصوروا من له ضرر عم بيجيبوا على المجتمع ككل. إذا نحن بدنا ومنتأمل ومنحلم بمجتمع متطور متحضر حر بالفعل، ما قلنا إلا نتشارك كلنا سوا بحملة كتير كبيرة على المخدرات، تتصفي من أول ما بيولد الطفل ويفتح عيونه يعرف إنه في تابو اسمه مخدرات ما يعود حدا يقرب عليها. سمير جعجع.